صباح الخير متابعينا الغوالي، شخباركم اموركم؟ تحياتنا لكم شباب. لا تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة، شنت ما مشترك اشترك بقناتنا وحط لايك على مود يوصل لك كل شيء جديد. شباب قلت لكم قبل كم يوم اخذت 3 طواير، وصراحة شيء ما لنا علاقة بيه، ماشي يعني. ردت الغرة العصر، وهذا الفيديو بعد نشرته، وردت الزلفين مع الشباب، والقطعة ما اجت. الله شاهد، بس القطعة ظلت. وكتم واحد 3 و3، ما لنا علاقة بهالحكي هذا، هم براجة والمخلف ما يطبقونه. جناع يا عمي، وذني هاي الحلة طايرة، شوفوها، الله وكيل الطير، حالها حال العودة، والأبطال كلها مطايرة ما شاء الله. هاي شوفوها تارسين الجو، صيحون عندنا حمام وعندنا حمام، وصيد اليوم، وصار العصر وصاح صيد اليوم، وصيد اليوم هو حاط له 7 صفقين يحطن على السيامة وعلى التيولة وعلى الجوارين، وصاح صيد اليوم وما الاعزاز، وهو زبال عشان السامع. قعدوا لا الفرخة لا العوش، قاعدة طيروا حالكم حال الناس. تونس وإذا وقع طيرك قاحط هسه هو، أو كله ب500 دينار. ما نقول لكم عدنا حناني، هي نفس الحمام كله، بس قاعدة تونس أطير. أنا مو نقول بطل وبراز، يقعد يهد الصبح. انا ما قاصد لواحد، يعني اللي يسوون هاي الحالات، اللي قاعد الساعة 12 الظهر وصعد ولقى له طير حاط على الجوار مطفر له عبر له، وصاح صيد اليوم مال فصول وقوي، يجي ويشرد وياه ويتفت ويشرد. يلا شباب سمعنا علاقة بهالحكي، وهاي طيرنا كانت جوا طابة بس ما صورتها بالبداية. هذا طير الزامل يابت نوم بيها فحولة لسه ما زاقة، عمرها تقريب 1 سنة و2 شهر لسه ما زاقة. وهاي خواتها ان شاء الله هذه ما خليها تنطبق، والله لو يبقى واحد. هذا يمين علي ومو براج، وما اريد واحد يتابعني ولا يطلعك. هاي الطيور اذا طبقتها حلة راحت، هاي حلة شباب، على الصحيح كور صحيح. نعم، ومساعة والله ما اشوفها، مساعة نزلت دعبل. والدور وقفت تشي سنحت ما شاء الله. حطونا رايكم بالشغل هذا شلون، صحيح لا حل هاي نوع بين ما بين الله، وهاي قدامكم هاي سلالها، هاي راحت. الله محمد وعلى وياك، راحت بيتكم ايامها، راح تتلاقى وياها، راح تصادم. يلا ولج عبر واحد من عندنا ذيك يكون، يلا ياكم مالتنا صفق ونعبر ذنيجي.
ذاك مالتنا اول واحد بالكومة ذاك اللي صفق قدامهم. يوقع عش يسوي له طز بيه عش السعب هو زبالة اليوقع يعني. هاي الابطال مو حالها حال العودة، والله حالها حال العودة. ادا طير تعبان كلش هذا. انا حبيت انزل لكم فيديو يعني على ذن الوقعان الطواير ردت، الله شاهد عليها وهسه وياهم طائرات. وديش اعتقد تك طيرة بعد هواية جماعة، هاي عينها لاعبة. ديت هي لوحدها نقطع ونرجع من تجي نصور لكم. وهذا حمام طاير قلت لكم عليه، وبعد هالطيرة وياهم، وهذا حمامنا ويانا تقريب واحد شباب. وتليفوني ما بيشحن. يلا شباب، مو قصة صيد الله شاهد، ولا قصة فرشي، بس حبيت اسولف لكم سالفة مال الطيور اللي هديتهم. ما شباب، واحبكم واموت عليكم، وتحياتي لكم. وفي مال لا شباب، لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة. يلا.